السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانترنت العلاج والمرض، والله ما عرفت نفسي من الحكم. الانترنت مفيد ومب مفيد في نفس الوقت. احيانا تشوف مقاطع تخليك تقول لازم نسحب السلك من غرابة وسوء الحاجات اللي تشوفها، محتويات غريبة، ناس ما تدري كيف تفكر. واحيانا تقول والله الانترنت مفيد، زي الحالة دي. من كم يوم اليوتيوب عندي تفجر بسبة صورة طلع المقطع لي في كل مكان حرفيا، معناها هذا شيء مهم جدا. ما ادري هل انا صرت شايب ما افهم المقاطع حقتهم، ولا الاجانب تفكيرهم خراب. انا ليش اتكلم؟ شوف المقطع. سنفور 3D، وجه قطوة في الغابة ويطلع لي في كل مكان. الميم او النكتة يكون لها معنى تنفهم، الناس ما تدري كيف تشارك في الفعالية. شوف الرجال ايش سوى. وفي ناس صارت تقول انه موجود في الصدق، وهذا مقطع له. مستحيل يكون صدقي طبعا، لان ما لها ظل، ما يبالها ذكاء. بس في ناس تحسبه من جد، يا للهول. ويا ريت واحد بس، آلاف الناس. السنافر خرجت عن السيطرة، وين بابا سنفور عنهم؟ حتى في مشاهير قاموا يشاركون في ذا الترند الغريب، زي اللي كان في ريال مدريد زمان. ما أدري عندهم مشاكل في الحس الفكاهي، ما يعرفوا يسووا ميمات زي الناس. شوف الميم الجامد ذا. هذا مقطع يبين قوة جوالات الجالكسي. الحين يجون حقين التفاحة من الحين. شوفوا المقطع. Okay, not a bad start. Oh wait, no, it's crashed. I'm just gonna put that there. Just wait. هذا ايفون وسووا عليه نفس التحدي وعلق نفس الجالكسي، لكن الجالكسي اعطاك الزبده من الاخر، خلاص مو بلازم تكمل، فطلع من اللعبه كلها وطلع من السيستم بعد. اغلب اليوتيوبرز يوم يسحبون لمده 25 شهر وبعدها يرجعون يقولون لمتابعينهم بلا صياح الوضع ريلاكس، انا رجعت، والكلام الفاضي ذا. بس من هو هذا الشخص صاحب جمله بلا صياح؟ هذا الميم العربي الاسطوري من قناه 4Gamer، عمر الميم 6 سنوات. للامانه اذكر اني شفت مقطع للولد مع ابوه قبل كذا، بحط صورته. قبل كم يوم نزل ذا المقطع. بلا صياح، ارجوكم بلا صياح، الوضع ريلاكس خلاص، ادري اني ساحب، الوضع ريلاكس ريلاكس، خلي الوضع ريلاكس خلاص، يلا خليكم على الموضوع. هو كان غالي جدا، انا مطعم غالي يعني، اذا هو المعصوب الخاص هذا كان يعني عليه كلام وفاجأني للأمانة. لاني نسيت الميم، واخر مره شفته يمكن من سنتين، واستخدمته في فيديو من فيديوهات الشورتس حقتي قبل فتره. الايام تعدي سريع. الولد في المقطع عمرها 10 11 سنه، وكانت سنه 2017، يعني عمرها الحين 132. لا دقيقه، عمرها 17 سنه. واحد كاتب جليتش عصومي وليد تفعيل. عصومي وليد مو بزيه، عصومي وليد ما شاء الله تبارك الله كانوا صغار، تركتهم شويات، صاروا كبار وتزوجوا بعد ما شاء الله. بس اغرب مقطع لهذا الاسبوع، رجال سال كم واحد في افريقيا عن اسمهم. What is your name? Oh no, Tiguchi, Tiguchi. Kakoko. 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 What is your name? Ndonya. Ndonya. What is your name? Omaka Eko Kaila. Eh? Omaka Eko Kaila. What is your name? Omaka Eko Kaila. دول سكان افريقيا طبيعيين اللي يعيشون في القبائل، يكسر جذع الشجره، يطلع مسواك زي اللي انباع عند باب المسجد، ما يحتاج البقاله، كل مقاضي البيت في الطبيعه عندهم. عشان تصير رجال لازم اسد وتجيب راسه لشيخ القبيله، واذا ما قلت اسد انت مو برجال، مستحيل يعتبروك رجال، لقد تم طردك من القبيله. نرجع لموضوع الاسماء، في واحد منهم اسمه كان في لحن، وواحد كان اسمه طبيعي بزياده، شكله مو منهم او انه من قبيله ثانيه. دنيا اسمها دنيا، شكلها عربي. وطبعا لازم نوقف وقفة احترام وشكر لجميع المنتسبين، شكرا لجميع المنتسبين وشكرا للمشتركين. فلا تنسى تحت زر الاشتراك واللايك وتنشر المقطع وتفعل طقطقة التنبيهات وتنشر هاشتاج مورغان الى المليون لكل مكان. امشي اي مقطع في اليوتيوب اكتب في الكومنتات هاشتاج مورغان الى المليون، صور الكومنت حقك سكرين شوت وارسله لي في الدايركت في الانستغرام، وان شاء الله نرد عليك وسوي فولو بالطريق. وبس لا تنسى ان تنشر الخير في العالم. في امان الله.